You're now listening to The Arabic Arts with Noha Mohammed on Calgary Arabia. انت واحد من الناس اللي كانوا بيشتركوا في افلام ضخمة الانتاج وبعدين اتجهت يعني او بقيت سبورتر اكتر او مؤيد اكتر للافلام المستقلة. الاثنين اللي انا بعمل الاثنين ولغايه دلوقتي، يعني انا مثلا اخر فيلم نازل ليا في القاهره هو فيلم ضخم الانتاج، فيلم قدرات غير عاديه، أيوة. اخراج داود عبد السيد، وانا بعتبره فيلم جماهيري بشكل كبير، ولو ان داود عبد السيد من الافلام من المخرجين اللي يعني بعتبره زي بيدرو المودوفار في اسبانيا، في يعني في اوروبا، لانه بيدرو المودوفار بيكتب افلامه ولو ستايل، بس في نفس الوقت قادر ان يخليكي تفكري جدا وتبحثي في حاجات كتير، لكن في نفس الوقت هو فيلم افلامه جماهيريه. كذلك داود عبد السيد افلامه جماهيريه جدا، ومع ذلك ليها كذا مستوى للفهم تخليك تتعمقي في الفكره اللي بيقدمها، وتسيبي الفيلم تحسي انك قادر تقعدي وقت كبير كده تناقشي افكاره. فمثلا ده فيلم تجاري، انا لسه ده فيلم لسه نازل لي في القاهره وسعيد بهذا، لكن في نفس الوقت بعمل افلام فعلا تجريبيه، او نقدر نقول زي ما انت بتقولي اندبندنت او مستقله شويه عن التيار الجماهيري اللي فيها ريسك اكبر، بناخد يعني بنحاول ان احنا نجرب حاجه يمكن تكون صعبه جماهيريا، بس بناخد الريسك ده، بناخد المخاطره دي عشان بقى في جيل عايز يقدم ده وحاسس ان له جمهوره، وابتدى يبقى في جمهور الحقيقه، وابتدى يبقى فيه جمهور لهذا النوع من الافلام ومنتجين لهذا النوع من الافلام. فانا بعمل الاثنين، وانا يعني مصر ان دايما اقدم الاثنين، الافلام المصريه الكوميرشال طبعا يعني اللي حاببها، وكذلك الافلام المستقله اللي فيها افكار مختلفه، اللي بتناقش حاجات مختلفه، بتقدم سينما شكلها مختلف. وانا رايي ان ده هو مربط الفرس في تقدم السينما، ان يكون عندك دم جديد بيقدم سينما بشكل مختلف، لان يعني صناعه السينما في مصر عندها تاريخ طويل جدا، وفي مدارس للاخراج وللسينما وناس كتير بتقدرها جدا، بس ده مش معناه ان احنا نقدم زيها. المفروض دايما يكون عندك جيل جديد يقدم جديد ويكتشف ويثور على القديم، او ساعات يقدم حاجه مختلفه تماما ملهاش دعوه بالقديم، وده اللي حاصل دلوقتي، وانا شايفه شيء صحي للغايه يعني.